في يبدأ قلناه. نعتذر للنظارة الكرام للمشاهدين على هذا الانقطاع التقني اللي حدث، ولكن استمر في القول بأن كما قلت لكم يجب أن تبقى مستمرية، يجب الاستمرارية. لا تعتقد أبدا بأننا نجحنا، ما زال الطريق أمامنا، ما زال الذين يحكمون هذا الوطن يتعنتون ويرفضون سماع صوت الشعب الجزائري اللي خرج ب 17-20 مليون، لأن هذا أكبر استفتاء، هذه أقوى كلمة قيلت في تاريخ الديمقراطية في العالم. شعب بصوت واحد يقول لكم ارحلوا، نلتمس منكم، نرجو منكم أن تسمعوا إلى هذا الصوت لنحافظ على الجزائر. تعنتكم خطر على الوطن. على هذه يجب الاستمرار، يجب أن نبقى سلميين. سلاحنا الوحيد هو أن نبقى سلميين ونستمر. لا يستطيعون أن يستقوا علينا بالقوى الخارجية. في الداخل كذلك الشعب كله بدون استثناء. لكن في نفس الوقت لاحظت في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك كثير من الكلام ضد بعض الناس، ضد بعض الجزائريين والجزائريات، اللي قال أنتم ما كنتوا مع النظام، أنت كنت مع أحزاب معينة. هؤلاء الشباب مثلكم تم استغلالهم من طرف النظام. نحن في مرحلة لم الشمل، نحن في مرحلة توحيد الشعب، نحن لا نريد إقصاء. كل الجزائريات والجزائريين الذين يريدون الالتحاق بصفوف الحراك أهلا بهم، ولا يحق لأي كان مهما كان سباقا في هذا الحراك أن يحرم الآخرين، لأننا نريد أن نتوحد. وحدتنا تجعلنا أقوى من النظام، وتجعله يتآكل من الداخل. إذن الذين يريدون الالتحاق بهذه المسيرات السلمية بالشعب الجزائري أهلا وسهلا بهم. الجزائريين في المستقبل هم الذين يقررون من كان دائما مع الشعب ومن كان ضد الشعب، وهذا من خلال انتخابات حقيقية. نقطة أخرى، وكثير من الإخوة يلوموني فيها على أن المعارضة، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني في الجزائر لم يكن قد المسؤولية أو لم يناضل بما فيه الكفاية. أنا نقول لإخواني بأن الطبقة السياسية في الجزائر، الأحزاب السياسية، لم يكن بمقدورها النضال، لأن النظام السياسي القائم قام بعزل هؤلاء عن الشعب، قام بوضع التشريعات يحرمهم من التواصل مع الجزائريين والجزائريات. هؤلاء ناضلوا بطرق مختلفة، أصابوا أخطأوا، لكن لا يمكن في هذه المرحلة أن نقوم برفضهم. هؤلاء جزء من الجزائريات والجزائريين، هؤلاء لهم دور، هذه طبقة سياسية. وكذلك الشعب الجزائري من خلال انتخابات هو الذي يعاقب من يشاء، وهو الذي يرفع من يشاء. لهذه دعنا نتوحد جميعا، لأنها في الوحدة قوة ضد هذا النظام الذي يجب أن يرحل. أريد كذلك أن أنوه بكثير من فئات المهنية
في هذه البلاد، وأخص بالذكر القضاة والمحامين والأطباء والعمال والطلبة. كل هؤلاء اصطفوا إلى جانب الشعب وقاموا بعمل رائع، قاموا بعمل رائع. على هذه نقول بأن هذه الفئات المهنية، هذا المجتمع المدني، هؤلاء القضاة الذي انضموا إلى الحراك الشعبي، هؤلاء أعطوا الدفع للحراك، أعطوا الدفع لانتصارنا المستقبلي. هؤلاء كذلك يجب أن نقدرهم وأقدم لهم تحية خاصة. كلمتي الأخيرة، أنا حزين من أجل ما حدث هذا الأسبوع. لأول مرة في تاريخ الجزائر أن هناك نظاما سياسيا عندما فقد الشرعية، عندما فقد أي سند داخل الجزائر، بعث بمجموعة من الأشخاص يحبوا يستقواوا بالخارج، يزوروا عواصم العالم. المسؤولين الذين يمثلون شعوبهم حقيقة، هؤلاء يكونوا في الخارج في مؤتمرات، يكونوا في عطل، عندما توقع أحداث في أوطانهم يخليوا العطل تاعهم، يخليوا الاجتماعات الدولية على أهميتها ويدخلوا مباشرة. هؤلاء ذهبوا إلى الخارج للاستقواء، أنهم يريدون التغلب على الجزائريين والجزائريات. نقول لهم بأن حراك هذا الشعب، باللي هذه المظاهرات السلمية وهذه الاستمرارية، حتى الدول الغربية وغير الغربية اللي تحبوا تلتجوا إليها للاستمرار، هؤلاء كذلك نرسل لهم رسائل قوية. ماشي ممكن مصالحكم على المدى البعيد هي مع الشعب الجزائري وليس مع نظام آيل للسقوط. نتمنى أن بعض العواصم تراجع مواقفها من ما يحدث في الجزائر. نريد كذلك أن نقول لأبنائنا في الخارج بأنكم ما تقومون به شيء رائع في باريس، في لندن، في مونريال، في جميع بقاع العالم. نقول بأن ما تقومون به هو شيء عظيم. نحس برغبتكم في أن نجاح مسعى الشعب الجزائري في التغيير وتقرير مصيره وعودة السيادة للشعب الجزائري. أبناؤنا جميعا يتألمون عندما يعيشون خارج الوطن، لأن ليس حب الهجرة هو الذي دفع بهم، بل لأنهم لم يجدوا مؤسسات جزائرية فيها أصواتهم، لم يجدوا دولة سيادة القانون، لم يجدوا مساواة، لم يجدوا حرية. عندما نبني دولة مصدر السلطة فيها هو الشعب، عندما يكون كل المواطنين متساوون أمام القانون، عندما نفتح المبادرة الخاصة لنبني وطننا، نقول لأبنائنا في الداخل وفي الخارج أنتم ثروة الوطن. على هذه أملي كبير بأننا سننجح وتعودون جميعا لبناء هذا الوطن. هذا الوطن يسعنا جميعا الذين ربما غرر بهم ومشاو مع النظام لسبب أو لآخر. أبناؤنا اللي في الخارج اللي دفعوا إلى الهجرة، الذي دفعوا إلى الانتحار،
في محاولة الهجرة، قل لهم بأن هذا وطننا، يجب أن نبنيه جميعا. إنكم بهذا الحراك، بهذه السلمية، تكملون رسالة الشهيد الذي حرر الأرض وتوفى. لم يستطيع أن يحرر الإنسان، لم يستطيع أن يحرر إرادتنا. بهذا الفعل، بهذا الحراك السلمي، بضرورة الاستمرارية، إننا نكمل عهد الشهداء. تحيا الجزائر.